بسم الله الرحمن الرحيم. ده نادي الزمالك الجديد المحترم، مدير فني بيمشي أدى دوره على أكمل وجه، بنحييه وبنشكره. ومدرب عام كابتن نبيل محمود ابن نادي الزمالك بنحييه. وانا حرصت على انهم يكونوا موجودين عشان نشكرهم ونكرمهم، ادوا دورهم وفرحوا جماهير الملايين ببطوله في خلال شهر طول كاس مصر، فليهم كل الشكر والتقدير والاحترام. جروس غير انه مطلب جماهيري، هو مدرب كبير، مدرب ليه وزنه، يمكن في تاريخ نادي الزمالك ما جاش مدرب بهذا الحجم، سواء على مستوى البطولات الأوروبية أو مستوى البطولات العربية. وطبعا المترجم أستاذ حبشة يرجوكم تاريخه، هو هيبدأ من النهاردة التمرين. هيبدأ من النهاردة والسفر إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد إلى ألمانيا بإذن الله. اللي معاه مدرب حراس مرمى ومدرب لياقه بدنيه ومدرب عام ومحلل اهداف. From today on I'm زملكاوي. And I will put all my energy with my team, my staff, and the players to win of all the games, because I'm a very ambitious man, and nobody here inside, and all the Zamalek fans, they're not happy with the average. خلينا الأول في طارق، قال اخد سبعة، لا سبعة ونص. انا بقول لكم قدام اسماعيل كان موجود، قلت له طبعا انا موافق. امضي، مضى اول عقد وتاني عقد وتالت عقد، وساب النسخه الرابعه من غير تطبيق، وراح سارق النسختين من نسختين من الثلاثه الموقعين معاه. خلاص نبدا صفحه جديده بعد كاس العالم، تعالى يا ابني عشان توقع. لا في نادي بيحترموه ولا في مجلس اداره بيحترموه، وماشيين ورا وكلاء هيخلصوا عليهم. انت من يوم ما جيت وانت في المعسكر في روسيا بتتفاوض مع نادي تاني، وتعرض عليك 15 مليون، انت كل طلبك دلوقتي عايز تاخد مليون دولار ونص. الاخ التاني علي جبر، ده راجل كان محتاج، يعني عمل اعاره في انجلترا وعقده في الاعاره 15/6 ينتهي. لو ما بعتولناش في خلال المده دي يعتبر خلاص رجع من الإعارة. بعت له رسالة على الموبايل، قلت له أنت في نادي محترم، بديك مهلة لغاية بكرة الساعة 1 تسلم نفسك للنادي. احنا عندنا تدريبات وعندنا معسكر، طنش، هشطبك. هشطبك مش هزار، هشطبك لأنك متمرد. ثالث كابتن شيكابالا. لم يأتي عرض شيكابالا حتى الآن من أي بلد. مفيش. هو انا عايز اختم في الاسماعيلي، بس عايز اقول لك ده نادي محترم. الشناوي دلوقتي بيتفاوض مع نادي اخر، برغم انه جاله صليبي وجاله مش عارف ايه، واحنا علمناه على حساب النادي انه ياخد 30 مليون جنيه في السنه. فاضل كهربا. كهربا كلمنا الراجل وقال ان هو عنده عرض من دوله الامارات. وبعدين قال انا بعمل عمليه، وفجاه اختفى. انا عارف ان كهربا في الامارات دلوقتي. طب انا عندي دلوقتي خمس لعيبه متمردين. فان سنة بريدة قال لي هات لي اسمائهم ونشطبهم. لان اللاعب اللي تمرد على ناديه ما يستحقش لا يلعب في منتخب ولا في اي نادي تاني. هو دعمني سيادة المستشار والمجلس كتير جدا، وكان برضو ضد اراء بتنادي برحيل خالد جلال. مش عشان خالد جلال وحش، لا، عشان المرحلة دي تطلب مدير فني اجنبي. انا على فكرة
بحترم جدا وجهة نظر مجلس الإدارة. مش أنا بس مش كانت صدمة بالنسبة للكابتن خالد جلال؟ لا هي التوقيت بس مش صدمة ولا حاجة. أنا قعدت مع المستشار واتفقنا على كل حاجة من أسبوع وقلت أن أنا هشتغل لغاية ما يجي مدير فني أجنبي وتم التوافق على كده والاعتذار عن أي منصب داخل الجهاز الفني. ليه تحديدا وقع الاختيار على كريستيان جروس؟ لأنه هو عنده خبرات كبيرة، حصل على أكتر من تقريبا 14 بطولة، البطولات قريبة مش بعيدة، دايما بيدرب، درب فرق في المنطقة العربية ونجح معاها، فكل دي حاجات ماليا قدرنا نتواصل مع الاتفاق جيد. يعني في تقريبا كل المواصفات مع جهاز فني كامل ودي كانت نقطة مهمة.